بمقر ولاية جهة الداخلة وادي الذهب انطلقت زوال اليوم أشغال المجلس الإداري لأكاديمية التربية والتكوين بجهة الداخلة وادي الذهب في دورته الأولى برسم السنة المالية 2017، وذلك بحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بالمختار ووالي جهة الداخلة وادي الذهب لمين بن عمر ومديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الجيدة اللبيك ومنتخبون ورؤساء مصالح وأطر تربوية. وخلال هذه الدورة تم تدارس عدة ملفات تهم النهوض بواقع التعليم وترقيته بالجهة. غادي نقدموا الحصيلة ديال العمل اللي كنقوموا به فيما يخص تنزيل هذه الاستراتيجية، وفي طبيعة الحال غادي نشوفوا في نفس الوقت الميزانية ديال الأكاديمية وفي نفس الوقت كذلك برنامج العمل ديال 2017 اللي هي الأكاديمية. هذه السنة أنا كاتب حاجة جديدة لأن هناك 16 مشروع تربوي اللي غادي يبداو كيتنزلوا على بصفة نموذجية، وبطبيعة الحال كل أكاديمية عندها بطبيعة الاختيار باش تحدد نقولوا هذه التجارب، وبطبيعة الحال اللي كنتظروا منهم هي أول التقييم ديالهم وفي نفس الوقت التوسيع ديال التجارب باش يرجعوا منتشرين على صعيد جميع المدارس. الدورة الأولى للمجلس الإداري لأكاديمية التربية والتكوين برسم السنة المالية الحالية عرفت نقاشا معمقا حول أهم المشاكل التي تواجه قطاع التعليم بالجهة، كما قدمت خلالها مشاريع وبرامج من شأنها تطوير القطاع في إطار الرؤية الاستراتيجية للوزارة.